بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. طبعا الحالة دي جاتني امبارح بالليل، سبحان الله. يعني زي ما قلت قبل كده، مش هقول برضو ان في دكتور راح قبل مني، عشان الناس اللي بتزعل ويقول لك انت بتبان انك جامد، لا والله العظيم ولا حاجة، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى. هو الراجل طبعا اتصل عليا بيقول لي يا دكتور، عندي البارة دي جنب هوارم، جنب الفك، من جنب من الشمال ناحية اليمين في ورم كده، وانا ما لقيت المرهم عشان يفتح، ودكتور قال ده خراج وعايز يطيب، ولازم يطيب الاول بالمرهم وبعد كده يبقى نفتحه. طبعا ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انا طبعا دوست من بره بايدي، حسيت ان الحاجه دي طريه، مش موضوع خراج ده ولا صديد، فانا عرفت ان دي بواجي اكل. لكن عمري ما تخيلت ان المنظر اللي هيطلع ديت اللي انتوا شايفينه، عمري ما تخيلت ان انا هلاقي ده فيها. يعني انا في دماغي دايما الحاجات دي قابلتني كتير في شغلي، ودايما كنت بلاقي مثلا ضرس ملخلخ كده، ضرس مسوس، ضرس ملتهب، فالحيوان ما بيقدرش يبلع، فبيخزن الاكل في الجنب اليمين او الشمال حسب المكان اللي فيه الضرس. لكن بصراحه اتفاجئت، يعني انا اول ما دخلت ايدي بقى عمال اطلع اللي هي الاكل، بواقي الاكل اللي متخزنه في الجنب، بس لقيت خربشه كده. بصراحه ما ذهلت، يعني ما صدقتش ابدا انها تطلع صفيحه بتاع علبة سمن، وادي لها اسبوع في بوج البقرة، ادي لها اسبوع والحيوان مش عارف ياكل اصلا، لان هي بتحرك شمال ويمين، والبتاع دي مصدرة بين الضروس اللي فوق والتحت، مش بالعرض، هي كانت بالجنب في جنب الشفة اليمين، فالصفيحة وقفت بالطول ما كانتش بالعرض، وكل اكل طبعا الاكل ده اتخزن جنبيها، والحبل ده كمان بلعاه ومتخزن معاها، فالحيوان ما كانش اديله، هو بيقول اديله 3 ايام ما حطش حاجه في حاله، مش قادر هياكل ازاي؟ طب في الم، كل ما يجي ياكل حاجه الصفيحه دي تعور في الجنب فوق او تحت. فطبعا دي من الحالات الممتعه جدا بصراحه، يعني كنت فرحان ان ربنا اكرمني وعرفت ان انا اريح الحيوان، والحيوان كان متالم، فالحمد لله رب العالمين. زي ما قلت ده توفيق ربنا، شايفين منظر الصفيحه بتاع علبه سمنه، الحيوان بلعها وبلع حبل كمان معاها، وكل ده مخزن في الجنب، كل ده كان متخزن في الجنب، وهو بيقول لي ده في ورم، ودكتور قال ده خراج وهنطيبه وبعد كده نفتح. زي ما قلت قبل كده، سبحان الله، يعني سبحان الله ربنا ده توفيق. بص الحيوان عمليه من اسبوع ما فيش اكل، اسبوع كامل ما فيش اكل، وهو عاملينه ان هو خراج وعمال يدهن مرهم عشان يطيب الخراج ده. فزي ما قلت قبل كده، الاملاح مهمه جدا، مهمه يا اخوانا، لازم قالب الملح ده يبقى قدام الحيوان، سواء عنده نقص ما عندوش نقص، لازم تحط الجوالب دي في الطاولات قدام الحيوانات، لازم تحط الاملاح المعدنيه على العلف، هي دي فايده الاضافات، لان الحيوان ده عنده نقص املاح، فلما بياكل الحاجات دي الغريبه ديت بتبقى عليها تراب وعليها حاجات بتبقى حادقه، فبيحس ان هو بيعوض نفسه من الملح، سواء ياكل طوب، ياكل طين، ياكل في الحيط. انا شفت حيوانات والله العظيم، معلم ما شفت البيوت بتاعتنا زمان كانت بالطوب الني او الطوب اللبن، فتلاقي الحيوان في اللي بيتعلف ده، تلاقي الحيوان واكل نص الحيطه، والله صدق. ان شاء الله في مره كده هبقى لو دخلت عند الراجل ده تاني هصور لك منظر الحيطه وهو قاطم فيها، كانه بيقطم في بسكويت كده، قاطم الحيطه من نقص الاملاح اللي عنده. فلازم ضروري ان الواحد يركز على الحته دي كويس قوي، لازم احط املاح معدنيه، لازم ادي الحيوان الاحتياجات بتاعته عشان ما يضطرش ياخد بالمنظر ده، ياكل حبال وياكل صفيح وياكل طوب، ده منظر والله صعبت عليا البقره بصراحه يعني. بس انا اتفاجئت سبحان الله تعالى، وكنت في قمه السعاده ان انا ازلت الالم بتاع الحيوان ده. شايفين ان تحتها مصد، كيف ده دليل ان هي ادي لها فتره، يعني تحت الصفيحه مصد، دليل ان الصفيحه دي مصديه، يعني ركنت ادي لها اكتر من 3 4 ايام، مش ممكن تكون بنت يوم وبالشكل نفس الشكل ده، يعني انا طلعتها بنفس الشكل ده، البتاع من زي المخده في الجنب، جنب البق من الشمال ناحيه اليمين، وديت لازقه فيها بالطول بقى، بالطول جنب الضروس بالطول، ما هي مش عارفه بقى تطلعها، عماله تحك في حنكه شمال ومين، تطلع بسنانها فوق، مش قادره من الالم، لا هي قادره تطلعها ولا هي قادره تاكل اصلا. فسبحان الله، يعني ربنا جعلنا سبب ان شاء الله ان الحيوان ده يرتاح. طبعا حالات كتيره الواحد بيشوف، وشفت الحالات دي قبل كده كتير، بس سبحان الله دي قلت انا هصورها، ما اعرفش ليه قلت اشوف لو خراج هفتح واصوره. سبحان الله، يعني طلعت ان هي بلع الصفيحه وبلع حبل ومركون في الجنب، وده طبعا قطع اكلها، مش عارفه تاكل. فلازم لازم لازم موضوع الاملاح دي، لازم ان انا اعوض الاملاح المعدنيه يا اخوانا، لازم. ركزوا بالله عليكم، لان حيوان زي ده كان ممكن يضيع في لحظه وفي خطأ، مش هقول برضو مش هكرر الكلام تاني، خطأ نقص أملاح.
دي قلة دراية وعدم اهتمام من صاحب البيت ان هو يسيب صفيح تحت الحيوانات، يسيب مشمع، يسيب حبال، يسيب طوب. لازم الحيوان تحتيه يبقى نظيف قدر الامكان، حتى لو الحيوان ده يعني هو حاطط له سلسله، يمكن لو حاطط له السلسله دي كان كل الحبل ده كمان، هو واكل حبل اهو. فده كله ده نقص املاح وحاجات سهله وبسيطه. يعني قالب الملح ده بكام؟ يعني ب 20 جنيه 25 جنيه كلام فاضي. بيقعد قد ايه قدام الحيوان ده؟ ممكن يقعد 3 شهور. انما لو الحيوان ده عنده نقص املاح ممكن ياكله في شهر، مش الكامل 15 يوم، ممكن بيجرش. انا شفت حيوانات بتجرش الجلد ده جرش من كتر النقص اللي عندها، من شده النقص الشديد اللي في الاملاح اللي عندها. يا عم خلص الجلب حط جلب تاني، خلص حط تالت، لحد الحيوان ما يشبع من الملح هيبطل ياكل في الحاجات دي تاني. لكن لو انت سبته هتتحول لعاده، بقى هتبقى عاده عنده اكل الصفيح والطوب والحبال دي، هتبقى مش مرض، هتبقى عاده. ومهما تعالج بعد كده مش هيديك نتيجه، مهما تعالج مش هيصحى منها، خلاص بقت عاده عنده ان هو ياكل الحاجات الغريبه دي. اسم اللي هو بياكل الاجسام الغريبه ديت خلاص بتتحول لعاده، وما بقاش لعلاج بعد كده، ما بقاش فيها علاج خلاص، دي ما بقاش فيها علاج. تمام. فلازم ان احنا نلحق الحيوان. لو انا حسيت الحيوان حتى بيبدا بيه نقص الاملاح ده، بيبدا فيه الحيوان عشان تعرف تتابعه كويس، بيبدا بان هو بيلحس نفسه. بتلاقي الحيوان يرمي رقبته على جسمه ويبدا يلحس في جسمه. ليه بقى؟ العرق بتاعه حادق والتراب والبتاع على الجسم، فبيعوض نفسه. دي البدايه. لما تلاقي الحيوان بيلحس في نفسه، يلحس في الطواله، يلحس في الحديد، دي البدايه. لسه ما عرفش ان هو ياكل حاجه، لسه ما عرفش ان ياكل طوبه او ياكل حبل لسه. فانت تلحق، دي احلى مرحله واحلى فتره انك انت تلحق فيها ان هو ما ياكلش الحاجات الغريبه دي. فلازم ان انا امده من الاملاح المعدنيه، لازم. حتى لو انت ما بتاكلش، في ناس ما بتعلفش يعني طول موسم البرسيم ده، للاسف ما بتحطش علفه لا بالليل ولا بالنهار، هي بتكتفي على البرسيم النهار كله وخلاص. لكن لا، لو انت حتى ما بتعلفش حط قالب الملح قدامه، هتعوض النقص اللي موجود في البرسيم. البرسيم فيه نقص في الفوسفور، في نقص شديد في الفوسفور، وفي زياده في الكالسيوم، يبقى انا لازم امد له فوسفور من بره. قلب الملح ده فيه كالسيوم وفيه فوسفور وفيه صوديوم وفيه مغنيسيوم وفيه زنك وفيه كل حاجه. حط قالب، ما عندكش، مش عايز يلحس في القالب، حط معلقه كده على شويه رده في الليل كده وادهم له. ان شاء الله حتى نص كيلو رده يا اخي في اليوم لو انت مش عايز تعلف. المفروض الحيوان اللبن ده والحيوان اللي بيرضع ده المفروض علفه بالليل وعلفه الصبح، علفه بالليل وعلفه الصبح. تمام. يا ريت ان شاء الله الناس تاخد بالها. والفيديو ده طبعا انا حبيت ان انا اعرضه لكم، طبعا حاله من الحالات الغريبه اللي الواحد بيقابلها. قبل كده طلعت بس كان درس وشلته، وقبل كده طلعت غطا ازاز كاكولا لازق بين الضروس بتاع الحيوان، برضه عمل له نفس الالم وعمل له قله الاكل. فاتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.